الوفاء هنا بهذا الانطلاق انطلاقة شوطنا بهذه اللحظات السادس في مجموع الأشواط والشوط السادس الخاص في هذا الانطلاقة هنا أيضا في هذه المسيرة وانطلاقة شوطنا السادس الخاص بلقايا الإبكار المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشوخ في مسيرة التحدي ومسيرة الإثارة. نتابع الصدارة نتابع ملوح على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة سيب بن مبارك بن غويث من تأتينا على صدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا الانطلاقة من المايدية على ثاني المراكز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي، وعلى المركز الثالث تأتينا بالظبيان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي فريدة قادمة رابعا لهجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الخامس تأتينا الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاق الحرة من تتواجد هنا خلال هذا الأداء المميز على سادس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة في هذا الانطلاق، وعلى المركز السابع تتواجد الهمالة من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من تنطلق سابعا، وفي المركز الثامن الكبسولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان لغويص في التضمير، وعلى المركز التاسع المتواجدة هنا الشرود سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري هملولة قادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم تاسعا مع أحمد بن سلطان بن رشيد، وعلى المركز العاشر هنا تأتينا العزوم على المركز العاشر سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن عل الغيلاني في تضميرها من تنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط هنا والانطلاق والتحدي، ولا زالت هناك على المقدمة ملوح لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيب بن مبارك بن غويث من تأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والتحدي جميل. المركز الثاني تأتينا هنا على ثاني المراكز المايدية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتيبي وفريدة، على المركز الثالث في هذا الانطلاق من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الرابع تأتينا الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الحرة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة، وعلى المركز السادس تأتي الهمالة من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير هملولة أيضا تتسلل بدورها في هذا الانطلاق سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والقدوم على ثامن المراكز من الظبي، الظبي من تأتينا على ثامن المراكز من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وتاسع المراكز هنا تأتينا على المركز التاسع هملولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم قيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري، والعزوم هنا من تتواجد بهذا الانطلاق المميز هنا على المركز العاشر لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني في تضميرها على عشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي المميز. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى التغيير من المايدية، من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول غيرت المايدية في الانطلاق في التحدي في صدارة هذا الشوط المايدية من تنطلق على صدارة لسمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي المحنك هنا الدافع في هذه الانطلاقة بالمايدية على صدارة المركز الثاني. المركز الثاني وصلت فريدة على ثاني المراكز من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وملوح ثالثا لسمو احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة سيف بن مبارك بن غويث. المركز الرابع والقادم الهمالة على المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير وهملولة هنا أيضا وهناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاق السادس ذات الظبي من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ولكن نعود إلى فريدة من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول فريدة من هجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد من غدير من طلقت على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. فريدة إذن على صدارة على المقدمة المركز الثاني. هناك تأتينا المايدية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع سعيد بن راهب بن حمد من غدير والهنتين في صراع على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. ولكن هنا على الصدارة تأتي فريدة من تسيطر على زمام الأمور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا لهجنة العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم على فوز فريدة بالمركز الأول. تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني. المايدية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الثالث. تأتي هنا الهمالة من هجن العاصفة المركز الرابع. هملولة سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الخامس. من وصلت هنا هملولة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الانطلاق المميز في هذه المسيرة 7:40 سبع أجزاء من الثانية أفضل توقيت يسجل تحت أقدام في هذه اللحظات الفريدة. تهانينا لهجنة العاصفة. تهانينا للواثق حمد بن راهد بن حمد بن غدير. بينما المركز الثاني كان من نصيب المايدية 7:43 وفاء وتماما وكبالا هو التوقيت الزمني الذي انطلق في هذه اللحظات هنا خلال هذا الأداء المميز بتوقيت الزمني مقدارة أيضا هنا الوصول في هذه اللحظات من الهمالة 7:47 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة. تهانينا لحمد بن راهد بن حمد بن غدير. مشاهدينا الكرام انطلاق جديد.